اهلا بحضراتكم من جديد. مستر مايكل، شايف مصر ازاي دلوقتي؟ ما شاء الله بقالك 7 شهور، شايف العيشه والحياه ازاي في مصر؟ نجيب سنتري مصر انوس شاسني. اول حاجه انا سعيد جدا ومبسوط جدا في مصر. ازاي الناس في مصر بتتعامل معايا، وحتى ازاي الناس في النادي الاهلي بيتعامل معايا. مبسوط جدا بالتعاون ده والتعامل ده. تاني حاجة، أنا مبسوط جدا بالجو. أنا مبسوط، أنا بحب الجو الدافئ والحر، فأنا مبسوط جدا بالجو في مصر، إن معظم السنة الجو فيها معتدل وكويس. دي أول. تاني حاجة، وطبعا أكتر حاجة أنا معجب بيها طبعا هنا الثقافة المصرية والحضارة والتاريخ المصري. واحنا دلوقتي انا وزوجتي في تشيك بنقرا كتير عن التاريخ المصري. وانا رحت مع ابراهيم مترجم بتاع الاهرامات، وكان بيشرح لي الاهرامات، بيشرح لي المتحف، وبيشرح لي الاثار بشكل كويس. فانا دي عرفت معلومات كتير عن الاثار في مصر وتاريخ مصر، فانا طبعا معجب بيها بشكل كبير جدا. طبعا انا معجب جدا برضو من الفكر المصري والمنتاليتي بتاع الشعب المصري. الناس كلها هنا بتتمتع بروح الصداقه، وكلهم روح المساعده، وكلهم بيساعدوني. ما عنديش اي مشاكل مع اي حد هنا في مصر. عندي زي قصة كده صغيرة عايز أقولها. إن أنا كنت مع إبراهيم مترجم بتاعي في العربية، وكان بيوصلني البيت، وفتحت الباب بتاع العربية بتاعته من غير ما أخد بالي. فعربية جت خبطت الباب بتاعة المترجم. فطبعا أنا اتصدمت من الرياكشن من الناس إزاي الناس حلت الموقف ده. وانا حسيت باحساس غريب جدا. واول ما حصلت الحادثه البسيطه دي، لقيت ناس كتير غريبه جايه ما نعرفهاش، جايه تشوف ايه اللي حصل وتحل الموقف. اكنها محكمه في الشارع. والناس اللي جت حكمت. كل الناس اللي جت اتكلموا ايه اللي حصل وسالوا ايه اللي حصل. فانا كنت مصدوم من رد الفعل الجميل من الناس ده، وازاي الناس بتتعامل مع الحاجات دي ما بتحصلش بره. يعني هي دي الشهامه المصريه، دايما هتلاقيها موجوده في المصريين على كل العصور وكل الاشخاص الموجوده في مصر. قول لنا بقى، يعني احب الاكلات دلوقتي؟ خلاص انت بقيت دلوقتي مصري، نعتبرك مصري مننا. احب الاكلات دلوقتي اللي انت بتاكلها وبتحبها دلوقتي؟ No, Egyptian budu za pár týdnů, jak teď vyleze sluníčko, tak já se hodně rychle opaluju. Čekám, že كمان كذا اسبوع لما الجو بس يبقى حر والشمس تديني اللون عشان ابقى بشكل مصري بشكل افضل يعني. Už teď se mi stává, že na mě mluví arabsky na ulici. دلوقتي بيحصل كتير الناس بتتكلم معايا مصري في الشارع، فانا اعتقد ان شكلي مش شكل حد اوروبي. No a jídlo. الاكل بقى. بحب اللحمه الضاني. وكل اي الاكل كله في مطعم البرنس بحبه. حواوشي. الحواوشي. المحشي. والكباب. لا انت خلاص بقيت مصر دلوقتي خلاص.